السلام عليكم. وصلني النهاردة كوليكشن جديد من الجيجات، كنت طالبه من فترة. وصلني جزء النهاردة ولسه الجزء التاني ما وصلش، نشوف ايه اللي وصل. نطلع من الصندوق. انا اول مرة استخدم لور زي ده على فكرة، النوعية دي يعني اول مرة استخدمها، ان شاء الله لما اروح اجربها نشوف هتعمل معانا ايه. والله شكلها يحمس بصراحة، يعني خصوصا انها بتلعب. شوف ايه كمان. ده كان سيت اب على بعضه، خمسة مع بعض، خمس حاجات. ده وده، دول خمسة مع بعض. دي اول حاجة، هو سيت اب بيتباع خمسة مع بعض، يعني اوزان مختلفة واشكال مختلفة. دي اول حاجة، ديت 15 جرام. دي تاني حاجة، دي تقريبا دي 10 جرام صغير. دي تالت حاجة نفس السيت اب، اعتقد دي صغيرة برضو. لون مختلف، 10 جرام. الحقيقة هو الصغير ده خالص انا ما بستخدمتوش برضه قبل كده، بس انا قلت اجرب، لقيته سيت اب على بعض قلت اجربه، يعني نشوف هيبقى كويس ولا هيكون وضعه ايه. يعني ديت الرابعة ماسكة شوية، عقبال ما تمسك سمكة. ديت الرابعة، ديت 20 جرام. 20 كويس، يعني 20 معقول بالنسبة لي. دي آخر واحدة وخامس واحدة. ديت آخر واحدة وخامس واحدة، 20 جرام برضو. دول الخمسة، هو كان سيت اب واحد خمسة مع بعض، 12 جرام، واللي في النص الذهبي دي 15 جرام، والاتنين الكبار الواحد 20 جرام. وكان رخيص على فكرة، رخيص، كان يعني الخمسة مع بعض كان رخيص جدا. اخر حاجة وصلت، هو ده، هو ده الكلام. ده النوع المفضل بالنسبة لي، دي 50 جرام. حتى شكلها حلو جدا، التمويجة والألوان وانعكاس الضوء عليها رهيب. دي التشكيلة اللي وصلت المرة دي، ان شاء الله في انتظار باقي المجموعة، هي في الطريق يعني، دعواتكم توصل. السلامة. لو في اي حد محتاج يستفسر عن اي نوع او اي حاجة عادي يكتب لي وانا ان شاء الله افيده. دي المجموعة اللي وصلت النهاردة، في انتظار باقي المجموعة اللي طلبتها.